بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى نعتني بفضل الله تعالى بمفهوم الكرة، كرة إزاء الجهاد، الكرة ثقل للحمل، الكرة في المعاملات، خاصة حين من الإنسان يكره غيره على دفع ثمن ولا حاجة بكا، مش نشوفه اللي فعلا لا إكراه في الدين. نول كونترينت اون إسلام، معناها قدر انت كيف تكره، انت المطلوب منك مش دخول الإسلام عنوة، خلي الإنسان حر في اختياره قدر مش يجي وهو كاره الإسلام شوية عدو في صفوف المسلمين، وهذا لا يجوز. مثلا قدر الدين مش يجي بالقمع، يجي بالقمع زاد، لا، الدين يجي وقت اللي الإنسان يولي ملك نفسه وعقله ما عادش يهمن الكذابون الأفاكون مثل بني صهيون والكنائس والكرب وكل من هب ودب، نسأل الله السلامة.